ما عاد كايفين عصبان، ما شفنا فيهم شيء والله يا بنتي. هيا احنا وطيهم ما شفنا فيهم شيء. هيا احنا ساكنين في وطيهم. واحنا هكذا. يعني ممتاز، يعني كده الخوري منه من المعايطة بس ويعملوا الكنيسة زي ما بدهم، هم كده كده احنا مكملين بعض يعني. اللي بيسألني بقول لي معايطة، بقول الخوري منكم؟ بقول والله. أدر عاصمة المحبة أنا بسميها. خوري من البقاعين، وفي عندنا خوري من المدانات، وفي عندنا خوري من الحجازيين. الخوري مو من المعايطة. لا الخوري من المعايطة. ومعايطة كايفين عروس. والكارت يا بنت الطموح عيوا عليها رجالها ودلالها دايم تفوح كل اليوم. قرية من أكبر قرى محافظة الكرك، بطنها طبعا أكثر من 10,000 نسمة، فيها طبعا أخواننا المسيحية معايطة، وفيها حجازين وفيها بقاعين وفيها مدانات. والكارك يا بنت الطموح عيوا عليها رجالها ودلالها دايم تفوح من اليمن يعبالها. والله من معايط الخوري كيف في القصة؟ والله السالفة من ما اختلقنا هذه السالفة مبين من يوم قالوا أهالينا وقرايبنا الخور من معايطة. كيفك أخوي ميلاد؟ والله الله يسعدك، والله الحمد لله. الخوري من مين؟ الخوري من المعايطة والله. شو القصة؟ القصة قصة طويلة. إخواننا المسيحية كانوا يدوموا بالكنيسة في أدر، فاجتمع مع المعايطة، فالمعايطة قالوا ابنوا كنيستكم واعتبروا الخوري منا. وهذا الخوري من وين؟ معايطة. شد الحرايب والركايب لا يرتخي مسمارها، وابو قبرك ما يهاب يفرح بشطة نارها. خوري من وين؟ من عنا. بخلي امي كل يوم تسوي منسف يا اخي. حتى عشاء بتعشى منسف؟ اكيد منسف بتعشى؟ طبعا ما شاء الله 24 ساعة. يا اخي خوري من وين؟ من المعايط. شد الحرايب والركايب لا يرتخي مسمارها، وابوه قبرك ما يهاب يفرح بشطة نارها. طبعا هذه المقولة نحن نفتخر ونعتز بها بشكل يعني لا يتصور. الكرك كلها، والكرك والأردن، وحتى هاي وصلت سمعت إلى البابا هاي المقولة. واللي تمنى حربنا من حربنا وش تستفيد، ما عندنا غير الرصاص والملح والجاب العديد. من المعايطة. خاوة هي؟ ها خاوة. قصة الخوري من المعايطة هي قصة حقيقية بتدل على محبة الناس لبعضها. جل الحرايب والركايب لا يرتخي مسمارها، وابوه قبرك ما يهاب يفرح بشطة. الخوري من المعايطة. شو القصة؟ والله القصة ما بعرفها، بس انه من معايطة. هو معايطة يعني. صحيح هو خوري معايطة. منه من معايطة. اللي تمنى حربنا من حربنا وش تستفيد، ما عندنا غير الرصاص والملح ورقاب الحديد. لما جلب قاعين يعمروا الكنيسة، هذا الحكي في 31/32، أجوا إخواننا المعايطة قالوا يا عمي أنتوا لا تجيبوا لنا خوري أجنبي، ودنا من عيالنا واحد منا. فكانوا يقصدوا بكلمة عيالنا عيال القرية كليتها، البقاعي أخو المعاطي والمعاطي الحجازي المدانات، يعني الناس كلها الحوارني العيلات كلها عيلة واحدة عيالنا. خوري هذه قصة قديمة. شرطوا المعايطة لما بنوا الكنيسة يكون الخوري من المعايطة. يا يما شد بهرتي تسلم وانا خيالها، لشري لها سركن جديد ريش النعم. القصة يعني بلشت لما بنوا كنيسة البقاعين
اللي استمر بنائها من عام 1939 لغاية 1946. لما تم البناء واكتمل البناء فكانت يعني نوع من الفكاهة أو الـ هيك المزح، يعني إنه الخوري من المعايطة، يعني كانوا مجتمعين البقاعين والمعايطة مع بعض وبمسحوا مع بعض، فكانت يعني مقولة إنه إحنا الخوري منا. وهسه الخوري من وين؟ الخوري في عنا الخوري من البقاعين، وفي عنا خوري من المدانات، وفي عنا خوري من الحجازيين. يعني الخوري مو من المعايطة؟ لا، الخوري من المعايطة. والله هذه يعني القصة ما بعرف، في مداعبة أو نكتة يعني بعتبروها، بس إنه هاي المعايطة يعني طبعا أكيد مش رأي يصير منهم الخوري. وإخوان المسيحية يعني برضو كمان يعني على قدر من العلم والدراي والشزو، ف يعني هيك هي يعني عبارة عن مداعبة، بس المعايطة يعني كانوا يعتبروا حالهم هانا والمسيحية أهل. جيناك يا عودي زفة بين البنادق والرماح، الصقر ما يشهر بكفة، ما يشهر إلا بالقناع. خور من المعايطة طبعا. شو القصة؟ والله هذا هم الناس هنا كلهم كويسين مع بعض، بحب بعض، فهم زمان بيقولوا كانوا عايزين يعملوا كنيسة، فجماعة المعايطة زمان قالوا ايه؟ قالوا الخور خلاص نعمل تعملوا الكنيسة بس الخور يبقى مننا. البابور هو كان باعتبار هو كان للمدانات، وهو في الأصل شراكة يعني بين المعايطة وبين المدانات، وما زال لغاية الآن انه هو شراكة، يعني باعتبار هو كأنه وقفي لغاية الآن. سيفانا يخلى الدم شلال، سيفنا ولا يبرز. الان الخوري اكيد يعني من 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 المعايطة. اهم شيء الخوري من عيالنا، وخلينا من عيالنا. لو جينا عندكم براش وقلتوا من عيالنا بنحطهم. صلاح المصري. صلاح المعايطة ولا صلاح المصري؟ صلاح المصري بس بينادوني صلاح المعايط. خوري من وين؟ لا لا، السماء في مدانات، في حجازيين، يعني مو من معايا. لا مو من معايا. يا معايطين اسمع الاصوات، يوم المعارك ما يخافي سفن ويتسمع صينينا. يا الله طالب زكاته.